أهلا بكم من جديد. الآن مشاهدينا الكرام سنذهب إلى لقاءات أجرتها الزميلة آية عبد الرحمن في شرم الشيخ مع عدد من المشاركين في منتدى شباب العالم الذي اختتمت فعاليته أول أمس. نتابع، أترككم الآن ونلتقي من جديد على رأس الساعة. تحياتي وأهلا بحضراتكم من أرض السلام شرم الشيخ، بعد ما عشنا وكمان شفنا أكيد تجارب وورش عمل وجلسات في منتدى شباب العالم في مصر ملتقى الحضارات. خلوني أسمع من المصريين اللي شاركوا في المنتدى، بس هم الحقيقة عايشين في الخارج، فبالتالي هتكون النظرة مختلفة والمشاركة مختلفة بشكل كبير جدا منهم للمنتدى، منتدى شباب العالم. خلوني أتعرف مع حضراتكم بضيوفي الكرام ورحب بيهم. الأستاذة بريهان وائل من المصريات بالخارج، المشاركات في منتدى شباب العالم في نسختي التالتة، وكمان الأستاذ هشام عادل نصر من المصريين بالخارج، هو تحديدا مهندس طاقة في هولندا، وكمان الأستاذ عبد العزيز شعراوي دكتوراه في الاقتصاد، دكتور عبد العزيز في أمريكا كمان. طيب أنا هبدأ بأستاذة بريهان، دي أول مشاركة ليكي في المنتدى في النسخة الثالثة، ولا حضرتك شاركتي قبل كده في النسخ 2017 و2018؟ أوكي، لا أنا شاركت في أول نسخة خالص اللي هي 2017، فدي تاني مشاركة ليا السنة دي يعني. طيب ايه المختلف من 2017 ل 2019؟ في كذا حاجة مختلفة. أول حاجة عدد المشاركين عامة، أول سنة كانت حوالي 3000 تقريبا، السنة دي أعتقد إنها 8000 أو أكتر، ففي تقريبا أكتر من الضعف بتاع عدد المشاركين. في أول سنة برضو ما كانش في حاجات اللي هي بتاعت روادة الأعمال وكده، ريادة الأعمال ما كانش في ليهم، هما هنا ليهم زي اكشاك كده او حاجات يعني، ليهم مكان معين ليهم بيعرضوا فيه التجربه بتاعتهم وكده، ده ما كانش موجود اول سنه. كان في برضو اللي هو مسرح منتدى شباب العالم، ده كان موجود السنه فاتت اول سنه، فبالتالي ما كانش موجود برضو في 2017. فانا بالنسبه لي في حاجات كتير شفتها السنه دي ما كانتش موجوده قبل كده يعني. طيب دكتور عبد العزيز، يعني حضرتك دي برضو المشاركة الأولى ليك في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، ولا كان في مشاركات قبل كده؟ لا أنا دي أول مشاركة ليا. طيب إزاي حصلت؟ يعني حضرتك قدمت، وإيه الدوافع اللي خلتك إن أنت تقدم في منتدى شباب العالم؟ وإيه مستوى المنتدى؟ يعني بالنسبة طبعا أكيد حضرت قبل كده منتديات برة ومؤتمرات برة، شايف المستوى فين بالظبط؟ انا كنت سمعت عن المنتدى من اصدقاء شاركوا في اول نسخه لي في 2017، والحقيقه هم قالوا لي يعني ان اكتسبوا منه حاجات كتير، فقلت ان انا اجرب اخد فرصه ان انا اجي يعني السنه دي، وان انا احاول اتعرف على مصر، يعني ايه المستجدات اللي بتحصل، حاول اتعرف على اوسع نطاق اصدقاء هنا ومعارف، سواء بروفيشنال او يعني سواء في العلاقه كاصدقاء او في الشغل يعني. بس فانا اخدت الفرصه دي ان انا اقدم، وان انا والتقديم كان الصراحه يعني مش صعب يعني، كنت بنديهم زي السي في وبنكتب احنا ليه عايزين نحضر المنتدى ده، وبنبتدي من شهر 9، وسمعت بعديها يعني بشهرين ان احنا نيجي. بس فانا كان يعني هدفي ان انا اتعرف على ناس، وان انا اشوف اسمع الافكار الجديده اللي بتحصل في مصر، لان انا بره مصر من اكتر من 7 سنين، فكنت عايز ابقى يعني عارف ايه يعني، يبقى عندي خلفيه اكتر عن الاجتهادات اللي بتحصل في البلد، والبلد ماشيه في انهي اتجاه. فكنت يعني ده كان الهدفين الاساسيين يعني اللي خلوني مستوى المنتدى أوصل. بالنسبه للمؤتمرات اللي بره اخباره ايه؟ هو ده أكبر مؤتمر أنا روحته في حياتي يعني. أنا بروح مؤتمرات، بس أغلبيتها بتبقى مؤتمرات متخصصة في مجالي، مجال الاقتصاد،
وبتبقى برضو هدفها بيبقى حاجتين، ان احنا نعرض الابحاث اللي احنا بنعملها، وان احنا نتعرف على ناس بتشتغل في نفس المجال. فهنا انا يعني كان هو نفس الفكره بس موسعه اكبر بكتير بقى، يعني لان المجالات اللي هنا كتيره جدا. فانا يعني قابلت ناس مش بس بقى من اقتصاد، قابلت ناس من هندسه وهندسه طاقه وبترول، ومن ماليه، ومن كل المجالات والجنسيات الكتيره. يعني الاختلاف اللي هنا انا الحقيقه يعني بسطني، لان يعني الاختلاف هو بيقوي اي مؤتمر، هو اللي بيجيب الافكار مع بعض، بيجيب بيحسن، وبيبقى في تبادل واتصال ما بين وجهات النظر اكيد طبعا بالزبط. يعني طيب مهندس هشام، يعني محتاجه برضو اسمع تجربة حضرتك من ناحية. أولا دي المشاركة الأولى ليك في نسخة 2019، النسخة الثالثة، ولا حضرتك شاركت قبل كده؟ لا تمام، دي أول مشاركة ليا، بس اللي حصل اللي فعلا أصدقاء ليا حضروا قبل كده وشجعوني إن أنا أقدم السنة دي. وبرضو المواضيع اللي كانت مطروحة، هي في مواضيع كتيرة ليها علاقة بالمجال اللي أنا فيه، مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. فالمواضيع دي في أوروبا متطبقة وشغالة كويس، وناس كتيرة بتدرسها. فأنا حبيت أعرف هل المواضيع دي في مصر هل ماشية إزاي. وبرضو مواضيع طاقة في مصر، إحنا عندنا دلوقتي أكبر مشروع طاقة شمسية في أسوان، مشروع بنبان، وبرضو في مشاريع جاية كتير. فأنا كنت حابب أعرف إيه اللي جاي في المستقبل، وبرضو أتعامل مع ناس من جنسيات تانية، وبرضو من أفريقيا، من حوالين العالم، عشان ده اللي هيساعد في المستقبل اللي احنا كل ما نكون مع بعض. ده بيفيد. حضرتك بقالك كام سنة في هولندا؟ بقالي حوالي سنة دلوقتي، بس في أوروبا عامة سنتين ونص. سنتين ونص، تمام. لما سبت مصر وجيت دلوقتي ليها في 2019، يعني انت سبتها مثلا 2016 اعتقد، تمام، صح كده؟ من 2016 ل 2019 ايه اللي اختلف في مصر؟ لا، في فروق كبيره. يعني انا رحت اعمل ماجستير في الطاقه المتجدده، وبالصدفه كمان سمعت عن المشروع اللي هو المعمول في اسوان، كنتش مصدق نفسي. انا بقالي فتره. انت حضرتك من اسوان اصلا؟ لا 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 لا، بس انا سمعت عن المشروع من ناس اجانب اشتغلت في المشروع هناك، يعني شركات كبيره، شنايدر واس ام اي، كانوا بيحكوا لنا اللي احنا لينا زي فرع هنا في مصر، واحنا بنورد للمشروع. وكمان انا في حفله التخرج اتكلمت عن المشروع، وعشان حبيت الناس كلها تعرف عن المشروع، عشان دي حاجه يعني مش نادر انها تحصل، والمشروع دلوقتي بقى اكبر مشروع في العالم. فانا كنت مهتم ان انا اجي اعرف، عشان ده توجه الحكومه دلوقتي ووزاره الكهرباء ان هم يزودوا من مشاريع الطاقه المتجدده في مصر. طيب استاذه بريهان، يعني حضرتك اكيد هترجعي فرنسا، واكيد هتحكي عن المشاركه في المنتدى السنه دي في نسخته الثالثه. يعني هتقدري تلخصي الافكار في ايه، وتقولي لهم ايه، وتعكسي الصوره ازاي؟ وانا بالنسبه لي، يعني انا شايفه ان المنتدى ده بيبقى فرصه ان الواحد يعني يوصل لكذا حاجه. اول حاجه ان هو بيبقى في مواضيع كتير من الحاجات اللي مهتمين بيها يعني حاليا في العالم كله، فده بيبقى فرصه ان الواحد يقعد، يعني لو هو قاعد في بلد لوحده كده او قاعد بره، ما بيبقاش عنده فرصه ان هو يقعد يتكلم في المواضيع دي قوي، لان مش شرط ان الناس اللي يكونوا معاكي يكونوا مهتمين بالمواضيع دي. فما بتقدري تروحي ملتقى زي ده تتعاملي مع ناس كلها، يعني في السيشنز بيبقى كل يعني الناس اللي رايحه تحضر الحاجات دي بتبقى عندها نفس الاهتمامات، فبيبقى في يعني زي كل واحد بيقعد يقول وجهه نظره، بيحاول يوسع توسيع مدارك شويه. انت حضرتي جلسات ايه السنه دي؟ حضرت اول جلسه بتاعت الذكاء الاصطناعي دي، وحضرت الجلسات الثانيه بتاعت الثقافات بتاعت حول دول البحر المتوسط وكده. استفدتي منها ايه؟ استفدت انه انا بصراحه في مسج شايفاه طالعه يعني في المنتدى، ان احنا كلنا مهما كنا يعني في بلاد مختلفه وعندنا ثقافات مختلفه وعادات مختلفه، بس في الاخر احنا كلنا بني ادمين وفي حاجات عندنا مشتركه، وده اللي هم بيحاولوا يوصلوه، ان احنا يعني كلنا عندنا زي اهداف واحده، وكلنا لو قدرنا نتحد ان احنا نوصل للاهداف دي يعني العالم هيبقى حاجه احسن. سبيشلي في موضوع البحر المتوسط ده مثلا، وفكره مثلا ازاي نقدر نحافظ على الميه وما يبقاش فيه تلوث وكده، فكلنا بنشترك في بحر واحد،
وكلنا يعني محتاجين ان احنا نحافظ عليه عشان اتحاد العالم يعني نحو اهداف مشتركه. طيب دكتور عبد العزيز، يعني حضرتك هتعكس الصوره ازاي في امريكا يعني من خلال مشاركتك هنا في المنتدى في نسخته الثالثه في 2019، وفي نفس الوقت عايز اعرف برضو حضرتك يعني حضرت جلسات ايه؟ انا شايف يعني انا طبعا يعني صحابي واصدقائي هناك هقول لهم ان النسخه الجايه هو فرصه كويسه قوي ان هم يحضروها، وهقول لهم يعني هو انا شايف ان الرساله بتاعته بتتلخص تقريبا، او انا ممكن الخصها في حاجتين. يعني اول حاجه هي الانسانيه عموما، واهميه ان احنا نجمع ناس بثقافات مختلفه ولغات مختلفه واديان مختلفه وعرق مختلف، وكلهم يبقوا في مكان واحد وبيتكلموا في نفس المواضيع اللي فارقه معانا كلنا، هي دي يعني اصل الانسانيه يعني. فانا شايف ان دي يعني اكبر رساله. والرساله الثانيه ان هم يزوروا مصر، يعني انا شايف السياحه في مصر جميله جدا، وفرصه ان هم يعني ان احنا ننقل جمال شرم الشيخ وجمال بلدنا. يعني كلهم بعد شرم الشيخ ناويين يروحوا القاهره او دهب او كل اللي انا قابلتهم يعني من البلاد الثانيه، ان هم يشوفوا جمال البلد دي. والسياحه في مصر يعني انا بشوف ان هي من احلى الاماكن اللي ممكن تطرح ليها. يعني حضرتك شاركت في جلسات ايه؟ شاركت في نفس اللي باري شاركت فيهم، اللي هم البحر المتوسط و الذكاء الاصطناعي. دي كان من احلى الجلسات يعني اللي شاركت فيها، والبلوك تشين برضو كانت كويسه جدا، وانسباير دي كان بيبقى شباب حقق نجاحات في حياته، نماذج ملهمه. من نماذج ملهمه، وكانوا بيتكلموا كل واحد منهم يعني حوالي ربع ساعه بيكلمنا عن تجربته وعن ازاي وصل للي حققه، وكانت جميله يعني بجد، وكان من مصر ومن بره مصر، فيعني كانت ملهمه. يعني انا محتاجه برضو اسمع وجهه نظرك في فكره ان انت ازاي هتعكس مشاركتك في هولندا، وايه الجلسات اللي انت يعني شاركت فيها. تمام، هو انا جزء من منظمه برضو في هولندا تتبع للمفوضيه الاوروبيه، هي بتبقى متصله بكل اوروبا وفيها مهندسين وطلاب من كل اوروبا، فانا اصلا بدات اتكلم معاهم واللي بيحصل في مصر هم يعني ما كانوش عارفين المواضيع التوبكس دي الناس بتتكلم عنها في مصر، وبرده لما شافوا الصور انا ببعت لهم من دلوقتي اصلا بدات، بيقولوا لي احنا عايزين نيجي السنه الجايه وهنبدا نشوف من دلوقتي نقدم، عشان كله حابب يجي مصر ويعرف المواضيع المهمه دي، عشان هي نفس المواضيع اللي الناس بتتكلم عنها في هولندا واوروبا. والمحاضرات اللي حضرتها، احنا كان عندنا برده من يومين مقابله مع وزيره الهجره السفيره نبيله مكرم، عشان في المبادره اللي هي احياء جزر البحر المتوسط بين مصر واليونان وقبرص عشان العلاقات ونشارك الثقافات، وبرده في نفس الوقت في مشاريع طاقه بين مصر واليونان وقبرص، فكانت مناقشه لطيفه. وامبارح حضرت محادثه برده اللي هي المجهودات الطاقه في البحر المتوسط، كانت مع وزير الكهرباء ووزير البترول وبرده رئيس شركه شيل وناس من سيمنز وناس من المنظمه العالميه للطاقه النوويه، عشان برضو مشروع الضبعه في الطاقه النوويه، وكانوا بيتكلموا عن يعني المستقبل، احنا 2030 ازاي الطاقه المتجدده هتلعب دور مهم في مستقبل الطاقه في مصر. انا بشكركم يعني شكرا جزيلا استاذه بريهان وائل من المصريات بالخارج تحديدا في فرنسا، واللي شاركوا في المؤتمر ومنتدى شباب العالم بنسخته الثالثه في 2019، وبشكر كمان دكتور عبد العزيز شعراوي طبعا دكتوراه في الاقتصاد بامريكا، من يعني ابرز المشاركين من المصريين في الخارج، واخيرا المهندس هشام عادل نصر طبعا مهندس الطاقه في هولندا. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكركم على النبره الايجابيه اللي موجوده في كلامكم من خلال المشاركه المميزه في 2019 تحديدا في منتدى شباب العالم. بشكركم كمان مشاهدينا الكرام على متابعة هذا اللقاء، تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، إلى اللقاء.